عودة الفريق الأمريكي أوراكل فريدة في تاريخ المنافسات الأمريكية على مدى 162 عاماً. فبعد أن كانت النتيجة 1-8، فاز فريق المدرب جيمي سبيتل بجميع السباقات ولحق بفريق نيوزيلندا لتكون أمامه الآن فرصة الفوز بالكأس. هذا هو أكثر يوم مثير في حياتنا. وضع فريق نيوزيلندا مختلف تماماً. أعلم أن الأمر شكل صدمة لنا وأن موقفنا سيء وفرصنا ضئيلة أيضاً. بداية المنافسة كانت موفقة للنيوزيلنديين، لكن العقبات التقنية والتوتر والأجواء السيئة تسببت في تراجعهم. وبذا نجح الفريق الأمريكي بعد مشاركة البطل الأولمبي البريطاني بين إينسلي في إدارة كفة السباق لمصلحته، وبات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بكأس منافسات الإبحار.